يعني هو استهداف لمنزل في منطقة مخيم المغازي، يعني هذا القصف الكبير الذي استهدف أحد منازل المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أدى إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا حتى هذه اللحظة وعشرات الإصابات جراء القصف الكبير والقنابل الكبيرة التي أسقطتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المنزل. أيضا عدد كبير من الإصابات والشهداء من جيران المنزل الذين يعني تأثروا بشكل كبير جراء الانفجار الكبير والهائل الذي استهدف هذا المنزل. جميع الشهداء والجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وفي منطقة دير البلح، فيما لا تزال يعني الطواقم الدفاع المدني تعمل في هذه الآونة على انتشال المزيد من المفقودين من تحت أنقاض هذا المنزل المدمر. والتي وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم على منطقة الوسطى من قطاع غزة. كانت هناك غارات إسرائيلية كثيفة في دير البلح، في النصيرات، في منطقة المغازي، وهذا أدى إلى يعني سقوط عدد كبير من الشهداء. نحن نتحدث عن عشرات الشهداء الذين يعني استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت المنطقة الوسطى. لكن الآن التطور ربما في مدينة خان يونس والتي تشهد منذ ساعات طويلة اشتباكات عنيفة جدا، نسمع أصوات تبادل إطلاق النار الكثيف في محاور الاشتباكات تحديدا في منطقة شارع 5، المحطة، منطقة الكتيبة. هناك انفجارات وعمليات إطلاق نار كثيفة جدا، بالإضافة لأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة في محيط هذه المنطقة، ربما نظرا لاشتداد عمليات الاشتباك والقتال في هذه المنطقة والتي شهدت منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة اشتباكات عنيفة جدا في هذه المنطقة التي تعتبر المحور الثاني للاشتباك في مدينة خان يونس بعد محور شرق خان يونس، تحديدا بلدة بني سهيلة وخزاعة وعبسان، حيث تشهد هذه المناطق أيضا اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. اليوم كان هناك سلسلة من الغارات العنيفة التي ضربت مدينة خان يونس وأحيائها المختلفة والتي أدت إلى سقوط أكثر من 65 شهيدا وعشرات الإصابات الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة. أخطر الغارات ربما كانت عندما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حي الأمل. هذه المنطقة تعتبر في مناطق الغرب خان يونس والتي دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين في المناطق الشرقية في حي الكتيبة، في المحطة وفي وسط المدينة، دعاهم إلى الذهاب إلى غرب خان يونس. هذه المنطقة تتعرض الآن أو تعرضت اليوم إلى سلسلة من الغارات وعشرات القذائف المدفعية، أكثر من 10 قذائف مدفعية سقطت على هذه المنطقة وعلى منازل المواطنين، أدى إلى سقوط 4 شهداء وأكثر من 20 إصابة، وصلوا إلى أيضا إلى مجمع ناصر الطبي. جاء هذا القصف أيضا بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت وسط المدينة والتي أدت إلى سقوط أكثر من 15 شهيدا منذ ساعات الصباح في وسط مدينة خان يونس، من بينها قصف مدفعي لمواطنين يعني أطفال ولعائلات كانت تسير في هذه المنطقة. والقصف أدى إلى استشهادهم علاوة على قيام طائرة كواد كابتر الإسرائيلية المسيرة بإطلاق النار على المواطنين في هذه المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين والذين نقلوا أيضا هنا إلى مجمع ناصر الطبي. أوضاع صعبة، قصف متواصل، وأيضا أصوات الانفجارات يعني متواصلة وكبيرة جدا. الفصائل الفلسطينية المقاتلة أعلنت أنها استهدفت الدبابات الإسرائيلية، مركبة وناقلات جند، وأيضا تحشدات للقوات الإسرائيلية في منطقة بلدة بني سهيلة والقرارة وأيضا منطقة شارع 5. كتاب القسام قالت أنها أجهزت على عدد من الجنود الإسرائيليين في شمال شرق خان يونس، تحديدا في منطقة القرارة بالقرب من منطقة المعري، حيث يعني استهدفت هؤلاء الجنود بالعبوات الفردية ومن ثم قامت بالإجهاز عليهم، مما أدى إلى مقتل نحو 15 جنديا إسرائيليا، وذلك بحسب إعلان كتاب القسام. أوضاع صعبة جدا في خان يونس على كافة الصعد بما فيها الأوضاع الإنسانية والمعيشية
وأيضا نعم الأوضاع الطبية الخطيرة التي نعم أشكرك تعيشها إبراهيم على كل هذه التفاصيل.